الله باش ما ننساوش الجماعة الآخرين اللي ما حضروش ونتوكلوا على ربي ونبدأ. يعني باش نشوفوا الدرس اسمه العبارات الحرفية. خليني نسأل سؤال ساعة، شكون الدرس هذا قراه؟ اللي ما قراهوش ما يقوليش، ما يحلش الميكرو يقول لي ما قريتش، لا لا، حاجتي باللي قراه يقول لي راني قريته. ما قرا حد مرة سامحني؟ باه الدرس هذا يا بارامو ما قرا حد؟ باه استاذ هذه الصفحة قداش؟ هذه صفحة 118 في الكتاب نتاعكم. أو 117 بالضبط 117. باه باه الدرس هذا، الدرس هذا زوز دروس الأخرانيين. شوفوا معايا لهنا. هاي ركزوا معايا، ركزوا معايا، ركزوا معايا. نحب نقول لكم الرياضيات راهي مادة لازمها برشا تركيز، برشا برشا تركيز. دونك لازم تركيز مع الأستاذ ولازم بكسر إكزرسيسات. إذا تحب تولي يعني فاهم مادة الرياضيات بالباهي راهو لازم تركز في الكلاس مع الأستاذ أو معايا هنا وكثر التمارين. على قد ما تخدم إكزرسيسات على قد ما تفهم الرياضيات أكثر. هذا الدرس اللي باش نبداو فيه توا، سامحوني ساعات نقص عليكم راني على خاطر فما ناس قاعده تدخل دونك لازمني نقبلها. لا اله الا الله. قلنا الدرس هذايا مهم ياسر، مهم ياسر، هو باز نتاع او بدايه دروس متتاليه بتجي من بعد اللي هي اسمها المعادلات والعبارات الجبريه. لهنا اسمها عبارات حرفيه بتقولي اسمها عبارات جبريه. وفي النوفيماني باش تزيدوا تخدموا عليها، فما برشا في النوفيماني او حتى في البريميراني سكوندار قاعدين يغلطوا في اغلاط نتاع حاجات قراها في السابعه اللي نحن باش نشوفوها بعد شويه. اذا درسنا هو العبارات الحرفيه. هاني جايكم. اكتبوا معايا اذا عندكم يعني اذا محضرين لوحدكم اكتبوا معايا العنوان الدرس العبارات الحرفية. العبارات الحرفية باش ناخذوا كتقديم، ناخذوا هذا الشكل مثال. إذا ناخذ هذا الرباعي، هذا الضلع ما ناخذوهوش للوهلة الأولى يبان اللي هو معين، نحبكم مش تعتقدوا اللي هو معين، هو رباعي ماء. إذا هذا الضلع طوله 3، هذا مثال 4، هذا 5، وهذا مثال طوله 4. إذا هذا رباعي، وطبعا كلمة رباعي هو شكل هندسي ذو 3 أضلاع. إذا إذا أردنا أن نحسب محيط هذا الرباعي، المحيط هو طبعا مجموع الأضلاع بكل بساطة، هو مجموع الأضلاع، يعني نحسب الأضلاع، نجمع الأضلاع 3 مع 4 مع 5 مع 4 يساوي، احسبوا لي 16 قداش؟ 16 16 هنا بطبيعه، بطبيعه الهدف من كلمه احسبوا لي ما فماش واحد ما يعرفش يحسب هذوما، ولكن باش نخليكم معايا في الصوره معناها لا تذهبوا بعيدا ما تسرحوش. وخليكم معايا. حصة بشكون جميلة إن شاء الله، جميلة بوجودكم إن شاء الله. باهي. برا
ندخل في صلب الموضوع. هذا طبعا المثال هذا ينجم يتعطى حتى ل يعني ناخذ شكل واحد اخر. اذا هذا الرباعي ناخذ طول اضلاعه، هذا باش ناخذ 5 وهذا 6 وهذا وهذا 7. بما اني انا سميت طول هذا الضلع يعني هذا الضلع لا نعلم طوله، فرمزنا مجهول اقول جيدا، رمزنا هو رمز يعني رمزنا لطول هذا الضلع ب ا، وقال لنا كالعاده احسب محيط هذا الرباعي. اذا محيط هذا الرباعي سنرمز اليه مثال ب ب، عاده المحيط يعني تشوفوا لهنا من هنا فصاعدا في الرياضيات نستعملوا دائما لغه الاختصار. المساحه عاده نسميها نرمز اليها بحرف ا ماجيسكو يعني لاغ بالفرنسيه، والمحيط بالبيريمتر نرمز اليه ب اي. اذا المحيط يساوي 5، وطبعا المحيط كالعاده هو مجموع الاضلاع 5 مع 6 مع ا مع 7. اذا نستنتج ان المحيط يساوي، كيفاش نحسبوها هذه؟ شنو رايكم؟ 11 مع 7. 11 بالطبيعه لهنا لقيناها 5 مع 6 يساوي 11 مع مع 7، ولكن نعلم جيدا ان عمليه الجمع هي عمليه تبديليه. شو معناها تبديليه؟ نبدل بين الارقام. لا تبديليه، اسمعوني تبديليه بمعنى اننا اذا بدلنا الامكنه فنتحصل على نفس النتيجه. قصدي لهنا 1 مع 2 هي بيدها 2 مع واحد مع 2 هي بيدها 2 مع 1، هكا ولا بدلنا الامكنه. المرتبه الاولى كان 1 والمرتبه الثانيه كان 2، بدلنا الامكنه الواحد ولا في المرتبه الثانيه و2 ولا في المرتبه الاولى. فهنا شو نقصد لهنا؟ نقصد لهنا انه يعني لهنا 5 و6 سنضيف اليها 7 ومن بعد سنضيف اذا ستصبح 5 مع 6 مع 7 مع 6 وال7 يغيروا مكانهم مع 7 مع ولا اذا تولي لي 18 مع ا. المحيط يساوي. وعمليه الجمع نقول انها تجميعيه. ما معنى تجميعيه؟ يعني سنضع قوسين هنا وسنحسب هذه الاعداد 5 مع 6 11 و7 طبعا 18 مع ا. نقول اننا كتبنا المحيط بدلالة أ. هذه نحبكم تكتبوها اون فونكسيون دو أ، نقولوا نحن بالفرنسي اكتبوها. هاكا خو يوسف هذاك اش يعمل بحذا يوسف هذاك؟ ها؟ هاكا لابس بالابيض هذاك خو يوسف هذاك. ها؟ مش وقت يقول له مش وقت تو يجي نهار ونقريوك. هاي ماني عارف. هاي يا سيدي، هاي يا شباب، هاي خليكم مركزين معايا. اكتبوا لي الجملة هذه، اكتبوا لي، أنا مانيش باش نكتبها راي. نحبكم أنا ديجا موصي باش الكلارس والكتب تبدا بحذاكم والسيلوات بالطبيعة. هاي يا شباب اكتبوا لي، نقول أننا، باش نعاودها الجملة تكتبوها معايا. نقول أننا كتبنا محيط هذا الرباعي. بيرم خليك معايا يا بيرم، ينوبلي بيرم ينوبلي خليك معايا. نقول اننا كتبنا محيط هذا الرباعي بدلاله
فلا بدلالة طاء. يا أخي الآه هو شنو لنا؟ وعدد وعدد مجهول. وعدد مجهول وهو هنا يمثل عدد صحيح طبيعي. هو الضلع. هو طول الضلع، هو يمثل طول الضلع. هل يمكن أن يكون صفر؟ لا. لا يمكن. يمكن. لا إذا كان طوله به. شدوا طرف الخيط بتاع اللي قالوا صاحب جميلكم. إن كان صفر يا جماعة شو رأيكم؟ يولي ثلاثي. أحسن أحسن، يولي مثلث. ها يولي مثلث، ثلاثي يعني مثلث. ها يولي مثلث. إن كان يساوي صفرا فإن هذا الشكل ليس رباعي، بينما مثلث صفر يعني هذين الضلعين باش يكونوا يعني هذا الضلع باش يربط مع متلاصقين الضلع. ولا اللي كتبناها لهنا، اللي كتبناها بي يساوي 18 مع يسمى بكل بساطة عبارة حرفية. حرفية حرفية. ولا يكتبوا قدامها عبارة حرفية. حرفية. ولا بس نحاول نقدمه شوية. اكتبوا معايا السؤال، احسب محيط هذا الرباعي احسب محيط هذا الرباعي في حالة A يساوي 7. احسب محيط هذا الرباعي في حالة A يساوي 7. يعني لهنا شو عمل هو؟ لهنا هذا المجهول اللي أنا ما نعرفوش مجهول هو 7. له يساوي 7. 7 يساوي. ولا إذن شو اقتراحاتكم؟ أو لحظة ترى خليني نعين شكون؟ رائد بن صالح اللي داخل كونت، رائد بن صالح يحل الميكرو ويكلمني. سيدي لقد دخل، سيدي لقد دخلت الآن ولم أفهم من البداية. تو هكا تو علاش دخلت الروتار تو؟ باه أنا هرجوكش. باه ميارة حل الميكرو وكلمني يا ميارة. محيط الرباعي هو 7 في 2 مع 5 مع 6. انت ميارة؟ عصب. عسلامة ساعة يا ميارة. شكرا. بس عليك ميمة. وين تقرا انت ساعة؟ انت عارفه ساعة وين تقرا؟ في بيرجا. باجا مطمور روما هكا يقولوا عليها. هاي مرحبا بك وجماعة باجا. الإجابة اللي قلتها صحيحة ما هيش غلطة، ونحب نزيد نسمع إجابات أخرى. به سميحة بن رمضان. عسلامة. حل الميكرو سميحة. مرحبا بك سميحة. وين تقرا انت؟ هي البراية اسمها سيرجي. انا الولية نتاعها. مرحبا. انا نقرا، سمعني نقرا الاسم اللي موجود قدامي. هاي سيرجي معك. سلام سلام. هاي وينك يا بنوتة؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. تبع فينا من الاولى؟ اي به.
شنو رايك كيفاش نحسبوا وحيد هذا الرباعي في حالة A يساوي 7؟ نجم نحسبوه مع الاختصار اللي هي 18 مع 7. اي احسنت 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 هذا اللي حاجتي به الان. اذا كما قال زميلتكم لهنا المحيط كتبته سابقا بدلالة A. اذا بكل بساطة كلام زميلتكم الاخرى اش قالت؟ قالت 5 مع 6 وعوضة الباب 7 مع 7 مع 7. كلامها ماهوش غلط صحيح، ولكن الافضل هذه الطريقة. بما اني كتبت لهنا المحيط بدلالة A، اذا بكل بساطة اعوض A ب 7. اذا المحيط قلنا رمزنا اليه ب B يصبح 18 مع 7، طبعا الناتج 25. قبل ما نتعدى فماش حاجة ماهيش مفهومة. مسيو كيف نحسب مساحة المعين؟ هو لا محالة مش داخل في الدرس مرة وهذا. وهذا يعني على حسب الشكل هذا يا شنو رايك، هل هو معين؟ معين؟ لا مش معين، الأقطار متعامدة ومتقاسة. لحظة انت اضطريتني باش نحل القوس، مثال نحل القوس نفهموا في حاجة وننصحكم في حاجة اللي هي شنو في الرياضيات. عمرك ما تبين يعني بعينيك او تاخو يعني استنتاجات يعني بعينيك، غزلت في الرسم هذا قلت معين، ما فما حتى دليل لهنا انه معين. المعين اللي نعرفه على المعين هو شنو؟ كل الاضلاع اشبهها متقايسه متقايسه. خليني في المتقايسه، هو ضلع طوله 5 والاخر 6 والاخر 7. زي ما مش متقايسين، كل واحد 5 وواحد 6 وواحد 7. فهمت ولا لا؟ اللي قال لي معين. نذكرك انا بمساحه معين ما هيش مشكله، اما انا نستغل الفرصه لهنا باش ننبه على حاجه مهمه، بل بالاكثر من ذلك. شوفوا معي لهنا، شوفوا معي لهنا، ساعات نحلوا اقويس تكون يعني مفيده. ناخذوا هذا الشكل، شنو رايكم في المستقيمين اللي رسمتهم؟ متقاطعان هذا اكيد. متقاطعان. شنو نجم نقولوا اخر هذا؟ ينجموا يكونوا متعامدين. قلت حاجه متقاطعان في الوسط. ثبتوا معايا، لا مستقيمان ليس لهما وسط. عجوا يا ربي متقاطعان في الوسط. قطعتين مستقيم. هاي ركزوا معايا، ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا لهنا. انا جبت منقى وجبت كوس وجيت نقيس في الزاوية هذه لقيتها ونلقاها 90 درجة. معايا شبابة؟ ايه. وما عنديش الحق، اسمع فيا، وما عنديش الحق باش نقول ان المستقيمان متعامدان. عليه؟ ما عنديش الحق، على خاطر وقتاش يكون عندي اعطاني رسم هكا في التمرين. انتوما توا حليتوا لنا قوس راهو كبير برشا، اما ما يسالش باش تستفيدوا. شوف لهنا اعطاه نهار تمرين اش قال؟ قال نعتبر الرسم التالي، واعطاك الرسم هذا. معايا؟ ايه. ولم يضع علامة ولم يقل شيئا، نعتبر الرسم التالي وديريكت تتعدل السؤال مثلا. هذا دلتا وهذا دلتا بريم اللي هو. ولم يضع علامة عمودي هكذا، ان وضع علامة عمودي فهذا يمكننا من قول ان هذان المستقيمان متعامدان. معايا ولا ها؟ ايه. ما حطش علامه عمودي ما عندك حتى حق باش تقول ان المستقيمان متعامدان. قلت لك انا قيسهاش بالمنقل تلقاها 90، قيسهاش بك الزاويه القائمه هذيك نتاع الكوس تلقاها زاد زاويه قائمه. ليس لك الحق ان تقول انها زاويه قائمه، وهذايا اللي يعمل كوارث في الهندسه. عندك كلام ذا البرهنه، وما ادراك ما البرهنه؟
لازمك تثبت به اللي يعني برشا كلام ده يعني يغلقوا فيها. فهمنا؟ ايه فهمتوها النصيحة هذه ولا؟ ايه ولا نتعدى. دونك ما بينوش بعينينا، نحن جبدناها على زميلكم. قال قال اللي هذان المستقيمان او هذا الرسم معين، وهو سأل على مساحة المعين، ولكن واضح علاش سأل هو على مساحة المعين، لأنه اعتقد أن هذا الرسم هو معين، هو ليس معين من أطوال الرفيع نتاعه، ليس معين. نمر اكتبوا لي السؤال اللي بعده مالا، السؤال الثاني، ثم سنمر إلى نشاط آخر. معايا شباب؟ إيه ممتاز ممتاز. قلنا إذا أوجد السؤال بعد الميل فيه، أوجد أ المينيسكول هذيك اللي هي طول طلع، أوجد أ في حالتي، في حالتي أي في حالتي بي يساوي 30، يعني المحيط في حالتي بي يساوي 30. المعطى هنا محيط هذا بي بي ماجسكول المحيط العام نقولها هاي لحظة بركة مبي. إذن أن أول حاجة نحب نلاحظها أن هذا السؤال يعني عكس بعضهما، لأن أعطاني الأ وقال لي لوج على المحيط، لأن أعطاني المحيط وقال لي ابحث عن أ. تتكلم شنو اسمك؟ معتز. معتز. شوف كي تدخل الزوم تنجم راه تبدلوا النوم تاعك، فهمت؟ عوزة يعني تدخل باسم امك او ابوك او اللي هو ايه، ادخل الزوم يعني نجم، عندك الحق يعني باش تبدل الاسم اسمك انت، باش انا كي النادي هاو كالنادي ديريكت يعني بصحيح. علاء وينك ترى؟ حل الميكرو ترى على موجود معنا علاء ولا لا؟ علاء حل الميكرو حتى نتعرفه، مش لازم تجاوبني يعني، خلينا نتعرفه. علاء ما يحبش يتعرف عليه. ما نحشموش القرايه، ما فيهاش حشمه رايه. ايه فما واحد نحب نناديله وكانه مالك هكا وحاسيله برشا كتيبه هكا صعيبه، انا ما قريتهاش قبل، شنو وزيه ولا شنو. مالك مالك حل الميكرو مالك. هو تحت بيرو. يا شباب خليكم هكا عاد يعني. مالك معايا؟ معتز معتز نقول مش نقول لا لحظة معتز اني هو معتز اني هو معتز مرحبا بك. وينك معتز شحوالك؟ طب نبات الحمد لله. انا قلت ما يجيش خلانا ومشى، عندي راني مده من العيط لم البيكري واني موجود، اما لسه كان مبدل بدلت. وين تقرا معتز انت؟ فانا ايكول فانا في المستير بيلوت. مرحبا بك مستير. هاي معتز عندك فكره على الاجابه؟ عندي. تفضلي. نعملوا 30 إلى 18 تساوي 18. كلامك صحيح، ولكن أنت كانك فما مرحلة هكا يعني عديتها. نرجعوا للمحيط. انتبهوا جيدا، المحيط اللي لقيناه في السؤال السابق اللي هو 25 ما عنده حتى علاقة بالسؤال اللي بعده. صحيح. معايا شباب؟ إيه.
علاش؟ على خاطر المحيط اللي حسبناها قبل مربوط باش مربوط بحالة خاصة اللي هي الآي يساوي 7. عطيني الآي يساوي 7، ولكن في هذا السؤال هو قال لي أوجد آ. إذن باش نرجع للمحيط اللي هو مكتوب بدلالة آ اللي هو 18 مع آ. المحيط هذا المحيط بدلالة آ يساوي كم؟ هو قال اللي هو يساوي 30. قبل ما نتعدى المحدود في كادر هذا اسمه معادلة. معادلة اسمه معادلة، والدرس هذا المعادلات وما أدراك ما المعادلات. في الويتيماني بشي خدموا عليها برشا، في النوفيماني أكثر وأكثر، في البريمير، في الدوزيام، وين تحب أنت للباك يشتغل تلقى الشيء هذا أو هذه العبارات اللي هي المعادلات لزيكواسيون. ولماذا سميت بمعادلة؟ يعني يوجد كميتان متعادلتان. يظل كي نحكي على التعادل الناس كل باش تفهم في الكورة على خاطر ها يقولوا زوز كيبات خرجوا متعادلين، مش واحد مركز زوز والاخرى مش مركز جملة، يعني يا صفر صفر يا واحد يا واحد يا اثنين اثنين يا 10 10 هذيك تبدا لعبها في حومة يا 10 10 هنا الكميتان متعادلتان، يعني هذه الكمية معادلة أو مساوية لهذه الكمية، إذن هاتان الكميتان متعادلتان، لهذا السبب سميت معادلة. إذن كيف نجد آ هنا؟ إذن بكل بساطة الآ يساوي 30 إلا 18 إلا 18 إذن يساوي 12 يساوي 12. ماشي مازال ما فهمتش بالقد المعادلة. شنو اللي فهمتي مليح؟ شنو اللي فهمتي فيها؟ من بكري كي كنت فاهمة ما فهمتش بالقد. كمل كول ساعة من بعد احكي لي. أنا وينك؟ شكون اللي تكلم معايا تو؟ يوسف مازال ما فهمتش؟ اسمي ياي. سيدي جوزيف لحظه لميس انت حاضر البارح واليوم ومرحبا بيك لما حال هاي يا يوسف شلون ما فهمتش بابا قول لي بالضبط حدد لي شنو المشكله بالضبط عشان نعرف شو نحكي ها ليه المثال بتاعك ما فهمتوش معنا المثال ما فهمتوش المثال هذا اللي نخدم فيها اي فهمتش بيه معنا ادخلكم حاجه ان شاء الله ساعات راه واحد كي يعيد نفس المثال حكايه فارغه ماهوش باش يقدم انا بعد هذايا راني مش باش نوقف راني باش نخدم يعني باش نخدم امثله اخرى دونك اللي موجود توا قدامكم على الاكران نقلوه لي ما تبخلوش نقلوهم بعد نحكيه وين هاي ناخذوا لحظات لين تنقلوهم بعد نواصلوا لميس وينك سيدي اي قول لي سادسه ولا سابعه اي جيت دخلت باش نسال اسكو هذا نتاع معناتها سادسه متعدين السابعه ولا سابعه متعدين لا هذوما الجماعه اللي يقراو توا هما السابعه ومتعدين للثامنه اي عم بيس اي بسلام سلام باي باي شو قال؟ هيا مفسخ الإكران هاتوا حاجة أخرى سيدي يا مستيو يا مستيو وي اشتر الإكران مش واضح عندي اشتر الإكران مش واضح سيدي وا
تحكي فيه؟ هكا واضح ولا لا؟ واضح. سيري ما نعرفش لحظة برك سيبون سيري وي نسمع بي. ليش بي هذا اللي عايت واضح واضح ترافي بلاستي يا أخي بالله وقتاش حصة لا 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 بشوي لا اسمعني 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 أول حاجة الاحترام هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية هو يحكي على روحه وقال واضح أنت قلت ما هوش واضح هو بالنسبة لي هو واضح دونك عنده الحق مش يتكلم دونك خليكم مركزين مع الدرس شكون اللي قال سيدي تو نجم نكبروا ثاني وي رائد بالله وقتاش الحصة بتاع السيزيام ما تعدي للستين البارح وقتاش الحصة الجاية خاطر اني متعدي للستين صارت متعدي للستين نورمالمون ما تحضرش معانا لو رائد سيدي في بالي هذية بتاع سيزين أنا برشا برشا هم دخلوا بعضهم ولكن أنا نهبط في الفيديو وقاعد في بالي هكا شرحت الحكاية منيح ولكن مش مشكل هي حصتهم بالاثنين يعني الاثنين الجاي ولكن الحصة متاع البارح يا رائد راهي مسجلة موجودة على الجروب وموجودة على الموقع متاعنا تنجم ترجع للجروب هذاك يعني وسع بالك معاه وابدا اهبط وشوف الفيديو ولا فما فيديو هبطته اسمه توضيح والاخر خبر هام وما نعرف شنو تشوف وتتفرج تفهم برشا حاجات برشا تفاصيل تفهمها فهمت رائده؟ باهي هاي والعافيه ليك ان شاء الله للسابع مرحبا السلام هاي سلام هاي فسخوا الصبوره شباب هاي هاي فسخوا الصبوره خلينا شوفوا حاجة أخرى. دونك هنا إذن مش ناخذ هذا الشكل. مسيو وي نجم نمشي نشرب في ساعة نمشي نشرب وجيب الماء بعدك بي. الشكل موجود قدامكم إذا هذا رباعي طبعا تنجموا ترسموا يعني حاجه يعني مش كلفه يعني تقريبيه ليها مش ما مش ما وقتنا هاي الاسئله او السؤال الاول نكتب محيط هذا الشكل بدلالة R أو أكتب المحيط ببساطة بدلالة R السؤال الثاني أحسب كالعادة هنا المحيط سنرمز إليه ب أحسب ب مش نجاوبو باش ناخذ شويه وقت على مش مش ديريكت باش بي في حالتي ا يساوي 6 باه كاني سمعت قال التصويره مش واضح واحده صحيحه ولا واضحه انا واضح شوفوا شباب شوفوا معايا نحبكم تفهموا حاجه بالباهي راهو اذا واحد فيكم اسمعوني اذا واحد قال مثلا قال التصويره مش واضحه والتلامذة الكل التصويره عندهم واضحه دونك يفهم نفهموا من هنا شنو اللي هو عنده مشكله هو مش عندي انا لهنا ولا كان باش تضيع التصويره باش تضيع على على الناس الكل مش على واحد برك ولا حتى اثنين ولا هاي ثلاث دقائق شباب ثلاث دقائق تحاولوا لي في التمرين هذا ومن بعد نصلحوه اوكي ولا
وما تقولوش ما نعرفش وما تقولوش صعيب وما تقولوش ما يتخدمش. لا تفهمناش حاجة ما تخدمش بهذا الدنيا. خذوا ثلاثة دقائق نرجع لكم من ثلاثة دقائق إن شاء الله. مشي 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 قلب شرجع بعد ثلاثة دقائق قول شنو نعمل التمرين ثلاثة دقائق نعمل التمرين اي هاي شباب نواصلوا ايه هاي بسم الله هاي مشي 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 نجاوب معتزة ايه هاي معتزة الساعة نحسب المحيط بدلالة نعمل السبعة سبعة مع عشرة مع مع إذن هاني جايك واحدة واحدة علينا سبعة مع عشرة مع 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 زوز أقل زوز زوز أقل بعد نكتب بي 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 تساوي سبعتاش مع مع صحيح حاجة تحسب لهنا هي سبعة مع عشرة يساوي سبعة عشرة مع 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 نقول هنا نستمع ونسكت نقول لك أحسب كيف؟ أحسب بي في حالة لا قبل هذا قبل هذا لحظة بركة خليكم نسكت مركزين معايا لهنا هي مع عندها حكاية اكتبوا معايا إذا لما نقول مع نحن بصفة عامة لما نقول ستيلو مع ستيلو تقولوا لي زوج ستيلوات اثنين ستيلوات هكا ولا كراس مع كراس اثنين كراسات اذا مع وانا هنا باش نبدل اللون وناكد عليها الحكايه لو كتبوا معايا هاي تحت الرسم مع هي اثنين ات كما قلت انتم هي اثنين في في ايش ما هيش غلطوا بان برشا يغلطوا بها حتى في الثمانية ما هيش آ في آ راهي اثنين في آ هي في الأصل آ مع آ كما واحد يقول اثنين ستيلوات يعني شو معنى يعني ستيلو في ستيلو يعني ستيلو مع ستيلو هكا ولا ولا ولكن هذه عندها رمز آخر أسهل بكل بساطة اثنين آ بركة اثنين في آ تكتبوا بكل بساطة اثنين آ معايا شباب معرفة قرينا به
يقول أنا برا نزيد ونفهمها أكثر. يقول أنا ثلاثة أ، يعني يقصد بها ليس في أ، ليس في أ، ليس في أ، يعني يقصد بها أ، أ ما أ ما أ أكا ولا نرجع ملا للمحيط بتاعي، نرجع للتمرين. إذا المحيط ب يساوي 17 مع 2 أ. وهكذا نقول أننا كتبنا المحيط بدلالة أ. السؤال الثاني، أحسب ب في حالة أ يساوي 6. يعني بكل بساطة هنا سنعوض الأ هذه ب 6. أطول لي 6. شكون شكون يجاوب؟ مشي. يوسف 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 نعوض الآ بستة وعشرين. إذن ها عندي جمع وضرب لولوية لشكون؟ ذكروني. ضرب. شو معناها لولوية ضرب؟ يعني باش نحسب اثنين في ستة ساعة. 17 ما نمسوهاش. 17 مع 12. مع 12. اثنين في ستة يعني 12. وطبعا النتيجة النهائية 29. هكا ولا لا؟ ولا راه ناخذ نفس، ناخذ مثال هنا باش نحسب 17 حكايه الاولويه هذه للضرب 2 في 6 جا حط لنا قوسها. شلون تلاحظوا هنا 17 مع 2 في 6 وهذا 17 مع 2 في 6 الفرق لهنا شنو؟ حط القوس الاولويه. فوالا الاولويه لشكون لهنا؟ الاقويس. اقويس الاولويه الاقويس جمع. دونك 17 مع 2 يساوي 19. و نضرب 19 في 6 قداش تعطينا هذه؟ 154 واضح حكاية المحيط هذا؟ ايه ما نحب نفسخ السبورة الا ما تكتبوا اي سبورة الكرام، ما نفسخ الكرام الا ما تكتبوا الموجود الكل. اكتبوا لي الموجود الكل. كتبت الكل. نعم فما شكل نزال اكيد. دونك ننتظروه نزالش. انا ننتظرش الفنان. مني شيء معنا في الجروب فنان يب. هاي هاي كملت هو؟ لا لا ايه ايه لا لا في عندي سؤال. مسيو ايه تفضل نسمع فيك. قلت تفضل، قلت عندي سؤال قلت تفضل. ما سمعتك ساعة. مسيو توكي عملنا احنا المحيط السؤال الثاني لقيناها، لقينا 114 النتيجة. ايه ليه نذكر 10 و7 و6 و6 ما نقولش 114 نتيجة؟ لا عاد
لا هذا 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 يعني هذا الذي تقصده. هذه الإجابة على التمرين. ها هاي الإجابة على التمرين. ها هاي هذه الإجابة على التمرين ريتها. إيه هذا مثال أعطيته على الحكاية الأولوية. فهمت؟ ولا هاي كملوا نقلوا هاي معك. ألو وعليكم السلام. ما شاء مدام أي مرحبا. لا علي عفوا كذا مرحبا. ايوه قاعد يتكلم. يوم شيء قاعد يحكي في التليفون سوا تليفون بالرسمي والله أطلش التليفون. كملتوا شبابا؟ كملنا كملنا اي كملنا هاي الوصول. مش نمشي وطول الحاجة أخرى؟ نزلنا في العبارات الحرفية إن شاء الله ما نسيبوها كان نبدأ مفهومة مليح. إذن لهنا باش نختار مسيح يا أولا مسيح وي ووقتي توفى الهس تقريبا 6:30 وقتي؟ 6:30 تقريبا عليك نقطة ليه؟ ليه خطرتهم 5:30 اي ما هو السبب نقطة يعني ايه لسان نقطة ولا شنو؟ لا؟ يا عاد عندك برشة ما خليتش راب 6 ولا 7 أشهر به هاي نواصله اول مش الخيدي اول حصه ولا اللي اول حصه يمكن تقريبا مش نعملوا 3 حصص تقريبا اختصر العبارات اذا العباره الاولى وي صوتك راه ماهوش واضح تبدأوا تكتبوا معايا يا شباب ها؟ معنا 3 عبارات هذوما جزء مش نخليكم تنقلوهم ومش هبدأ نختم فهم أنا تبدأ يعني إن شاء الله تبدأ
مسيو؟ إيه؟ وين نسمع فيك؟ فهمت حاجة. تفضل. فهمت حاجة. إيه سمعتك، شنو أول ما فهمتش؟ ثم ذيك ذيك اللولة. إيه؟ فهمتوش. 2 آ مع 11 مع آ مع 33. اي انا باش نخدمها، انا باش نخدمها، هي راهي حاجات اول مره تشوفها، دونك في الامثله الاولانيه لازمني انا نتدخل، وما يعني تحاولوا انتوما هاي شباب هاي. دونك الناس الكل تركز معايا لهنا باش نحاولوا نشوفوا الاي دي. اذا بالنسبه للعباره الاولى درونكا ا ماجيسكول، العباره الحرفيه الاولى باش نعاود نكتبها 2 ا مع 11 مع آ مع 33. إذا الآ يساوي 3 آ. نأكد قبل 3 آ هاني جاي، نأكد لنا أن عملية الجمع هي عملية تبديلية وتجميعية. شو معناها تبديلية وتجميعية؟ باش نجي لل 11 هذه نبدلوا لهم بلايصهم، نبدلوا لهم بلايصهم 11 والآ نبدلوا لهم بلايصهم، نبدلوا لهم بلايصهم نجي لهنا وال11 تجي في بلاصتها. دونك وسختهم مسيو ما كملتش تثبت. دونك الا يساوي هذا، نرجعوا لها لحظه برك. اذا 2 ا و ا ما كملتش كتبت انا. اي لحظه آه يساوي، إذا قلنا تبديلية، إذا 2 آ مع تجيبوا الآ ومن بعد 11 مع 33 مع 33. إي إذا العبارة آ يساوي 2 آ مع آ، شنو رأيكم؟ 3 آ. كيما بدوا بالسيلوات، زوج سيلوات وزدتهم ستيلو. شو يعطيوني؟ 3 سيلوات. مع طبعا 11 و33 هي 44. فوالا هذه بالنسبة للعبارة الأولى. العبارة الثانية ليه؟ طب شوف اللون. بالنسبة للبي مش نعاود نكتبها، هي أربعة بين قوسين واحد مع أ مع أ مع 17 أ. شو نجاوب عليها؟ مش نجاوب عليها؟ مش نجاوب عليها؟ مع 17 أ. شكون مستعد يجاوب؟ انا من انا 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 خلينا نسمع اياد. ترى هاي اياد 4 مع 1 مع او مع 17 او يساوي 5 مع 18 او. نفس الحاجه الخمسه كيف جاء 4 مع 1 لا ما فماش مع، فما لهنا مع سير جاوب عليها ماجري. هاي أربعة في واحد مع أربعة في آ تجي أربعة مع آ مع 17 آ تجي 21 آ مع أربعة. انتبهوا لهنا، كلامك صحيح، انتبهوا لهنا، انتبهوا لهنا. أنا قلت لكم يعني فما حاجات جديدة لو أول مرة تشوفوها. ركزوا مليح، وإذا عندكم ألوان استعملوا الألوان كيف نستعمل فيها أنا. افهموها مليح الحكاية. أربعة أول حاجة ما فما شيء يعني في. إيه. كما قبل لك وقت كتبنا 2 أ. ما معنى 2 أ؟ يعني 2 أ مع أ في 2 أ. إذا يمكن خليني نحل قوس لهنا صغير معاي لهنا. نستغني عن علامة في ب
بين العدد والحرف. يعني مثال كما قبليك 2A هي في الأصل 2 في A، فلهنا استغنينا على علامة في. أيضا بين حرفين لما نقول AB نقصد بها A في B، في B. وبالأعداد 2 في 3 تقعد يا جماعة 2 في 3، لا نستغني على علامة الفي، نستغني عليها تولي 23، و2 في 3 عمرها ما تكون 23. معايا ولا؟ ولا؟ أي معاك مسيو. خدوا بالنا ما نستغناو على علامة الفي كان بين حرفين كما A B نقصد بها A في B، أو بين عدد وحرف كما 2 في A هي في 2 A. أو في هذه الحالة هاي قدامكم لهنا أو الكورسور على، لما نكتب أربعة ونفتح قوس ديريكت واحد مع A فهذا يعني أربعة في واحد مع A. انتبهوا معايا بس يزيد تفسير مزيل راه هذه الحاجة الأولى قلنا. الأربعة لهنا مضروبة في قوس كامل، يعني سنضرب الأ في كل الأعداد الموجودة، نستعمل القوس مش نضرب الأ في الواحد، سنضرب أربعة، سنضرب مش الأ، سنضرب الأربعة في الواحد ثم سنضرب أربعة في أ. مش قول لي نضرب الأربعة في 17 أ، أقول لك أنت مخطئ، لأنه الأربعة متأثر أو مضروبة كان في هذا القوس اللي هو واحد مع أ فقط. فهمنا؟ ولا نمشي ونكملوا. إذا تصبح أربعة في قلنا واحد، لأننا نستعمل نفس العلامة الموجودة داخل القوس مع أربعة أربعة أ أربعة أربعة في أ من سلسة. لحظة أربعة مع أربعة في أربعة في A في A مع 19 A. إذن يساوي 4 في 1 طبعا 4 مع 4 في A هي قلنا يمكن كتابتها 4 A مع طبعا 17 A. إذن العبارة B يساوي 4 مع، خليكم معايا لا تذهبوا بعيدا، لأن ايش قلنا عليها A مع A يساوي كم؟ 2 A 2 A. A مع 1 يساوي كم؟ 1 A. فأنت مخطئ، تفعل A مع 1. طيب هذه الأخطاء الشائعة اللي يتيحوا بها برشة تلامذة، يجي يربع يحسب A مع 1 ينجم يعني يظن أنه يستطيع أن يحسبها. يا اخي الآ عدد مجهول لا نعلمه، سأضيف إليه واحد، نجم تلقاه النتيجة؟ لا لا بالطبيعة، أنا كي نقول أربعة مع واحد واضح، خمسة، مية مع واحد واضحة، مية واحد، خمسة وتسعين مع واحد واضحة، ستة وتسعين، وكي يقولوا آ مع واحد، الآ أنا ما نعرفهاش، دونك هل يمكن حسابها؟ لا لا يمكن حسابها. نرجع للبي لهنا، البي شنو رايكم شنو فيها؟ أربعة مع أربعة أ، ما تقوليش رد بالك رد بالك رد بالك، هم ثلاث مرات لو أنا نحكي لك من منطلق أخطاء نشوف فيها لمدة سنوات. يجي التلميذ يكتب أربعة مع أربعة أ، إيش يكتبها؟ يكتبها ثمانية أ، قول له أنت مخطئ، هذيك كان جات هكا، أنا كسرت عليكم بالألوان. لا لا زينوا في السبوره بتاعنا به. لا مش هكا، كان جات هكا 4 A مع 4 A، هذه واضحه 8 A 4 سيروات مع 4 سيروات يساوي واضحه 8 سيروات به. وكان جاتني هكا 4 A مع 4 B، هذا الشيء نجموش نحسبوها؟ ما نجموش، على خاطر الا والبي مش من نفس الوحده، كأنه واحد قال لك أربع سيلوات مع أربع كرارس،
قول له 8 شنو؟ 8 سكادوات؟ ليه؟ ولا منطق منطق راهو الرياضيات لغة المنطق. منطق حاجة اللوجيك. أربع سنوات مع أربع كرارس تقول له راني ما نجمش نحسبها. تقعد هكاك. أربع سنوات وأربع سنوات واضحة هذه. فهمت كيفاش هذه واضحة 8 سنوات. واضحة؟ هذه زادة نفس الشيء. يقول لك أربعة مع أربعة واحد جاء نهار قال لك أربعة سنوات وزيدهم أربعة. قول له زيدهم أربعة شنو؟ هكا ولا لا؟ إيه ولا ولا دونك ما تحسبش ردوا بالنا دونك أنت تحسب هذه مع اللي كيفها من نفس النوعية متاعها اللي هي أربعة أ مع 17 أ طبعا 21 وهذه الكتابة النهائية لبي تزيد فيها السطر البي تولي تخضر باش تولي تدخل في الخطأ لكن موجود على قدامكم لحظات ونواصل العبارة السيئة على خطر لازم أتفسخ بينكم وي أربعة أم مع أربعة بيشنا هو ما تحسبش تحسبش لك تقعد هكاك كيما أربعة مع أربعة تقعد هكاك شوف على اللي صار بالحمرة ذيك مع واحد شفت تبدا مع واحد أو تقعد هي نفسها مع واحد ما نحسبوهاش فهمت ولا خذوا الموجود على الصبورة كملت مسيو من بكل قضية مش نعرف ليه بعد تلعب في فري فاير؟ تلعب في فورتنايت هو قال قال هو قال في فاير مش غريب علي مش غريب علي توق والخال يحط الواحد يسكر الميكرو يحط شو يقعد يلعب لا مسيو كان يلعب في فري فاير مسيو والله لا كل توبر اي بس فرق سابورة لا اي مسيو لا بصخ اي لحظات بصخ نزلت لنا العبارة السيئة كملوا وحدكم اي كملنا اللي كمل الكتيبة يمشي يخدم للسيئة ب وينو السي السي هيك مكتوب الفوق على اليسار فين هو هذا هو هنا هيك ايه سي شفتي سي يساوي خمسة هي. بين قوسين الا واحد الا اثنين قريب تشوف الوقت مسيو شفتك على الوقت هذا بيك معناها ولا انت ماذا بيك كيوفا بالبيت ليه ليه وانت ماذا بيك طيب مش هنفسخ الصبور نجاوب على السي لحظه نجيك
شنو هذي صوت؟ بالنسبة للسيد شعرني ثقلة ها؟ إذا سيد يساوي إلا واحد إلا اثنين لا بس نجاوب واحدة بركة شكون قال جاوب عليها؟ اني مسير مسير لحظة هي شباب شباب باهي لا 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 ما قلتلك الجاوب لا لا سكروا الميكرو سكروا الميكرو طبعا انا اختار شكون باهي خاطر فما جماعة ما سمعنا هم الجملة رضا سيم سيوب لحظة بركة لحظة أنا باش نعين شكون يا شباب سكروا الميكرو أي سكروا الميكرو أه سالم به علي به أي وينك علي أي مساء آلاء 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 نسيت تساوي خمسة في أ إلا خمسة في واحد إلا اثنين أ تساوي خمسة إذن قبل هذا الآن تبقوا إلي العلامة هنا هي في الصوت قاعد يتعود عندكم إيه مسيو خليكم معي أنا على خاطر بحثي التليفون ولا ذاك علاش تليفون حال عليه الزوم هو والبي سي لحظة بركة بس بعد التليفون اي لحظة ما هو انا حال الزوم على التليفون والبي سي زوز هذاك علاش لحظة بركة واحد قاعد يتحرك مسيو الو سلام الو نحل الديور نحل الديور يا ييد مش يرجع في بالنا باش يرجع ايه قسم البي سي باش يدخل من التليفون خاطر صوته يتعاود هلو نستنيو كنت حابة مشي على فري فاير هاي خليكم معايا نواصلوا اذا قال زميلتكم اجابتها صحيحة اول حاجة نتفقوا اللي هذا فيه كالعادة لهنا باش نستعمل شوية اكا الوان اذا الخمسة باش نضربوها في الا الخمسة باش نعاود نضربها في الواحد نأكدوا اللي باش نستعملوا بعد علامة اللي داخل القوسين إذا العبارة سي يساوي خمسة في أ مع خمسة في واحد وين الغلطة اللي عملها زميلكم؟ قال مع خمسة في واحد وين الغلطة؟ إلا خمسة إلا نستعمل العلامة اللي داخل قوس إلا ها
خمسة في واحد. خمسة في واحد. وطبعا إلا اثنين آه هذه بعيدة عليهم الكل. بعدش حتى دخل. نكمل. سكروا الميكرو. سكروا الميكرو. سكروا الميكرو مسيو. أي أي سكروا. كل يسكر الميكرو. اللي عنده سؤال يحل. اللي عنده سؤال يحل الميكرو ويجاوبني. أوكي. ممتاز. دونك نتعداو. إذا العبارة. سي. يساوي خمسة في آ يعني خمسة آ طبعا إلا خمسة في واحد هي خمسة إلا اثنين آ عسيلو اللي يحل الكاميرا حاط إيده على خده وما عاش فاش يخمم آه وشايل هموم الدنيا أي أي كيفاش نحسبوها هذه مش نعين أنا شمون بيرم نسمع بيرم نسمع بيرم بيرم راك مسكر الميكرو ورا خمسة آ نعم خمسة آ إلا إلا اثنين آ مع خمسة صحيح صحيح ارمي الميكرو هاي واضح واضح صوتك على خط القاعدة يتعاود مسيو شكون الديزيس عنده في بروحه هذا كراتوسي ولا مسيو لحظة لحظة خلينا نعرف شكون الديزيس لحظة هاي عرفني بنفسك الو وينك يا ديسيس نواصلوا نواصلوا مسين كمله الا اثنين آ إلا خمسة إلا خمسة ولا مع خمسة شنو رأيك إلا خمسة إلا خمسة شباب انتبهوا لهنا بدلنا الخمسة واثنين آ بالأمكنة متاعهم كل عدد يحمل علامته معه عند تغييره لمكانه بدلوا اثنين آ من هنا عرفت تحط الاثنين هذه في القفة معها وتجيبها فهمنا ما نكتبش معها اثنين مسيو اذا سي وي احمد مسيو 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 احمد نسمع فيك مسيو مسيو صوتك يتعاود صوتك يتعاود ما اعرفش انا التليفون بعثته علي الصوت يتعاود عند الناس كلها لا يعني لا 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 ولا مشكلة عاود ولا يتعاود ما كنتش في كل الحالات الحصة تلقاوها مسجلة إن شاء الله أوكي الميكرو الناس كل تسكر الميكرو وين مشين نحب نسألك حاجة باه سكر الميكرو بعد حل سن سكروا الميكرو الناس كل بالله اللي حال يعني على بي سي وتليفون في نفس الوقت بعدهم ولا يسكر من شيره ولا اللي هو اللي قال باش نسالك حاجه يحل الميكرو ويكلمني مسيو ما فهمتيش العمليه كيفاش يا اخي مش الاولين الاقواس علي معنا عملنا خمسه في ا وعملنا توزيع قبل الاقواس ولكن هذه عمليه ضرب ايوه مش الاولين الاقواس اولويه مشي صوتك قاعد لحظه لحظه على خاطر انا نقول سكروا الميكرو صوتك مش واضح مشي
سي بلا هكا خير. سكننا يعني للناس الكل الميكروات، يعيشكم ما تحلوش على خاطر هكاك بصير فوضى. نرجع لنقل لي لا مش ما تحلش. يوسف واحمد يهديكم سكروا. انا باش نكلمك مسيو، انا اللي كنت اكلم فيه. اي انا يعني مش مفسرها الحكايه، انا سمعت مش مفسرها الحكايه. شوف ايه يا شباب، يعيشكم التزموا بالنظام، التزموا بالنظام يهديكم. دونك نرجعوا به لحظة بركة تنكون معاكم. فنشكون نخلي الأولوية للأقواس، الأولوية للأقواس. نقول الأولوية للأقواس الخمسة اللي هنا موجودة خارج القوس. يوسف، يوسف فقدت حل الميكرو، خليه بقية تبع معي. ماشي صوتك رجع لك يتبونت. ماشي أحمد حال. أحمد حال. أحمد حال ماشي. أحمد حال لو قاعد يتبونت كله. أحمد حال. إيه ذيك علي. أنا نقول سكروا الميكرو وفما شكون حال. بالنسبة لأحمد خرجته من الحصة على خاطر من قبليك قاعد حال الميكرو. وانا ماذا بيا يعني كنت اتكلم مره واحده. نعود نرجع لهنا. ضميركم حكايه على الاقواس، الاولويه الاقواس. لهنا عمليه ضرب، لهنا عمليه ضرب. اذا يجب علينا في مرحله اولى ان نضرب الخمسه هذه، نضربها اللي داخل الاقواس. وهذا ما فعلناه في العمليه السابقه واللي قاعدين نعاودوا فيه نحن توا نفس الشيء. استعملت فلاشات لهنا باش نوري، باش نقول لكم اللي الفلاش هذاك يعني عمليه ضرب ولا وهو ما يسمى بعمليه النشر او الضرب. سمعت تو تلميذ قال توزيعيه الضرب على الطرح. مرحبا ولكن ما يسالش نشوفها في المستقبل مش تو. كيف توصلوا العمليه؟ كيف؟ مسيو وي مسيو وي باير باش نجيو في الويتيما. عاود عجبكش شنو باش يجيو في الويتيما؟ باش يجيو في الويتيما، باش يجيو في الويتيما وباش تركزوا عليهم برشا برشا اكثر من هكا وعمليات اصعب برشا من هكا. اذا نواصل العباره السي. قلنا 5 ا الا 2 ا الا 5، 5 ا الا 2 ا عباره على خمسه سيلوات، نحينا منهم زوز سيلوات دونك يقعدوا ثلاثه سيلوات، يعني ثلاثه ا الا 5 إلا خمسة. ولا وما نجموش نحسبها أكثر من هكا. ما تقوليش ثلاثة آ باش نحي منها خمسة يساوي ما نعرفش شو. لا، بما أن هذه ثلاثة آ وهذه خمسة فقط، العملية سي يعني قاعدة تقعد هكاك. ولا باش نحضر لكم تمارين واحد آخر مادام أنتم أخذتوا الإصلاح الموجود على الإكرا. السؤال اختصر.
قدامكم التمرين، حاولوا لي فيه، فيه أربعة قدرش خمسة عمليات، اختصر أو أحسب الجية، اختصر أو أحسب أو أكتب بأبسط طريقة الكل هتخدمها. هاوكا قدامكم عندكم أربعة دقائق تقريبا أو خمسة دقائق ثم نواصل. مسيو قال مسيو نحي الميكرو له جماعة سكروا الميكرو ما تحلوش الميكرو نبدا نصلح ونرجع نصلح وي باش باير مخرج خرج باير باير واش نقولها مش البيت نعرفش ما معناها باش نصلحوا نحنا طويت حق كبيره باش نسمع اياد هو الاولاني الناس كل تسكر الميكرو يا جماعه نسمع كان اياد العباره اكس اياد استمع اليك تمشي X يساوي 2A مع 3A إلا 1 يساوي 5A إلا 1 الـ X سهلة 5A إلا 1
نزلت في الاكس يا جماعه. مسيو نسكر الميكرو. ايه معناها جوست معناها اللي جاوب يحل الميكرو بعد يسكر. الصدى هذاك اللي صار فيك من حلال واحد فيكم ينجم يكون يعني معناها اباري اخرى وحال الزوم على دوز اباري يعمل الوحده. انا ديجا التليفون نتاعي باعته وزميلكم يعني للاسف يعني نعاود يعني ونكرر سكر الميكرو ما سكرش يا اخي خرجناه بطبيعة ما نش باش نخليه تعطيل من اي نوع. اذا اكس يساوي 2 ا آه. اني جاي بينما هذا وي اي نسمع فيك كملنا الناس كلها معايا هنا حسين جاوب لا ما تجاوبوش نحن جاوبنا عليها اكس نحن رانا جاوبنا عليها ولكن انا باش نفسرها بطريقه اخرى على خاطر مستحق الطريقه اللي باش نفسرها لكم تو باش نستحقوها في بقيه العمليات لو كنتوا معايا لهنا بالطبيعه لهنا 2 ا مع 3 ا الناس كل سهله ياسر هذه ما فيها شيء يعني زوج تلوات بحكايه التلوات مفهومه يعني جينا 5 ا الا واحد ولكن انا فما طريقه بصراحه يعني طريقه اصح علميه ناخذوا الاعداد اللي فيها اللي من نفس النوع اللي فيها الأ هذا وهذا الواحد ما فيهوش الأ ما ناخذوش نلاحظ ان الأ تتكرر هنا الأ تتكرر اذا نكتب أ ونفتح قوسين هذا العدد 2 أ اخذنا منه أ وحطيناه لبرا شقعد فيه قعد فيه 2 وردوا بالنا نحافظ على نفس العلامه كان معاه نحطه معاه كان إلا نحطه إلا معاه وهذا العدد أخذنا منه آ قعد فيه 3 ثم إلا واحد وحده بطبيعته إذا إكس يساوي نحسب اللي بين قوسين 2 مع 3 يساوي 5 5 هنا يا ما فما شيء يعني في آ 5 آ إلا واحد بالطبيعة هنا لقينا نفس النتيجة ولكن هذه يعني بطريقة سريعة وهذه طريقة أصح وعلمية أكثر هذه مش نسحقها في البقية مثلا نمشي للإس العبارة إس طبعا نجيهم الأخرين راهو طبعا بدل اللون كأنه مش واضح العبارة إس مش نكتبها مرة أخرى لهنا 2 فاصل 2 ا مع 7 ا مسيو راك فوت جريك اي ما انا قلنا ما عادش كنت تسمع فيا ولا قلنا ان شاء الله باش ندخلوا لها نرجعوا لها ولا شنو نرجعوا لها خلينا نقدوا الاس الكل لحظه فما في السال دكتور شكون لحظه بركه بس ماجري مسيو نجاوب عليها جاوبني بابا 2.2 2 ا مع 7 ا جي 9.2 ا نجم تفسرها لنا كيفاش لقيتها 2.2 زدنا 7 2 في الجزء الصحيح وفاصل 2 الاخرى يعني 2.2 6 7 كونسيمبلمون هكا ولا؟ اي فوالا احسن شوفوا معايا لهنا الطريقه القديمه اللي كنا نخدموا بها بحكايه السيلوات يا اخي تجي 2.2 ستيلو تجي ولا ما تجيش؟ ما تجيش مسيو ما تجيش بالطبيعه ما تجيش بليك 2 ا مع 3 ا كنا ناخذوا الامثله نتاع السيلوات تفسر لنا زوج سيلوات مع ثلاثة سيلوات يساوي خمسة سيلوات هذاك علاش أنا هذاك علاش أنا في المثال اللي قبله اللي هو إكس استعمل هذه الطريقة إذا الطريقة هذه سنعيدها هنا إذا
هذا العدد الأول في آ والعدد الثاني في آ، نلاحظ أن آ مشترك، نفتح قوس. إذا العدد الأول هذا أخذنا منه آ، شقعد فيه؟ جاوبوني. 2.2 2.2 ثم العلامة، ردوا بالنا نتقيدوا بالعلامة مع العدد الثاني، خذينا منه آ قعد فيه 7. إذا S جيس نجمع اللي بين قوسين لأنه الأولوية الأقواس، 2.2 مع 7 يساوي طبعا 9.2، وما ننساوش الآ. ولا نزيدوا نبردوا اللون مرة أخرى، نمشيو للإجراج. شكون خدم الإجراج يجاوبني؟ مسياني خدمت نجاوب. هلا هاي هلا هاي. مسيا 3 إلا 14 آ مع 55 آ مع 12 تساوي 3 إلا 4 تساوي 3 إلا 14 آ تساوي 11 آ مع 55 آ مع 12. لا لحظة هلا هلا. وي مسيا. لحظة بركة هلا. زميلتكم قالت اللي 3 إلا 14 آ أعطينا 11 آ، هذا الكلام صحيح وإلا غلط؟ شنو رأيكم؟ جاوبها. غلط. غلط يا ألي. على خاطر غلط. ما هوش نفس الوحدة. أحسن غالط. أحسن ولا خلي ألي خلي ألي تسمعني واسمعوني معها. إذا الثلاثة ما قليش ثلاثة آ، قلي ثلاثة فقط، هي ديجا 3 إلا 14 يعني مش تحذف منها عدد أكبر من هذا مبدئيا في السابعة ما نجموش نحسبوها. إذا الكلام هذا راهو خطأ، وبنجموا حتى تكتبوها وتفصصوا عليها باش يعني باش ما تتعاودش، هذا خطأ. إذا بالنسبة للإجراك 3 إلا 14 آ مع 55 آ مع 12 يكون عنده طريقة أخرى باش نحسبها. أنا مسيو أنا مسيو. لحظة بركة لحظة طب شكون ما شارك الشكل اللي قلنا نشوف. طب شكون دخل توا زاد؟ معتز معايا؟ سجا سجا. شكون سجا؟ مسيو معاك. لحظة معتز خليك معايا. سجا جديد. خلينا نتعرف على سجا. شكون سجا؟ من بكري معاك. من بكري معايا سجا؟ ايه. وين تقرا سجا؟ نقرا في جابس. وين؟ جابس. جابس جابس. اهلا بالجابس واهلا بالنهر الجنوب. هاي ميمة هاي جاوبني. كيفاش نجمو نحسبوا الإجريج لهنا؟ الإجريج لحظة مسيو وضحتني. مع مع 55 آ جينا 69 آ ونجمعوا ال 12 لا مش نجمعوا نطرحوا 12 من 3 جينا 9 معناتها إجريك تساوي 69 آ مع 9. سجاب شنو سألت حاجة؟ أنت قلت لا مش نجمعوا نطرحوا، علاش نطرحوا؟ ما خاطر مسيو فما علامة طرح هي. علامة طرح باه اقف غادي. معايا الناس كلها هنا؟ دبوا معايا لهنا؟ ايه مسيو معاك. اي مسيو. صبا 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 لي ميكرو. باه لهنا معايا دبوا مليح الحكاية اللي باش نحكيها توا. العلامة الإلا هذية لقاها؟ ايه ديك على 14 آ يا جماعة، تابعة ل 14 آ ماهيش تابعة ثلاثة. علامة ثلاثة وين؟ على يسارها هذه، ما فما حتى شيء يعني شنو؟ يعني مع معايا؟ إيه شو ما فهمتش أنا جاي أنا جاي حتى ما فهمتش مسيو. باه باه أنا باش نعاود، قبل ما نعاود أنا باش ناخذ مثال آخر بشوي.
لا إله إلا الله. بخلي قريك خلينا نفهم حاجة ساعة بس نفهم ولا لا. شوفوا معي لهنا شاخوا خمسة إلا واحد مع ستة مع ثلاثة إلا سبعة مع اثنين إلا ثمانية. أي شباب أنا نحب نبدل. أنا ريت هالأعداد اللي أعطيها لي هنا العملية هذه طويلة اللي أعطيها لي ما عجبنيش الترتيب. نحب نبدل الترتيب نتاع الأعداد الكل. نحب نجيب اثنين الأولاني ونبدل كيف ما نحب نحكم بأي حد. اثنين هذه أنا هي العلامة نتاعها اللي على يمينها الإلا ولا اللي على يسار؟ على يسار. اللي على يسارها مع اثنين نقول مع اثنين يعني من بعد نحب نجيب الواحد يا جماعة شنو نكتب؟ مع ستة مع مع لا ستة. لا أنا قلت واحد واحد لكن عدد كل مختلفة نحب نجيب الواحد شنو نكتب؟ الواحد إلا. العلامة نتاعو على اليسار إلا 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 صحيح. هذاك علاش قلت لكم قبليك لما يغيروا الأمكنة نتاعهم عرفت يهز العلامة نتاعو في القفة ويبدل بلاصته ما يمشيش وحده هكاك. من بعد نحب نجيب السبعة شنو نكتب؟ إلا سبعة إلا سبعة إلا سبعة العلامة ديما على اليسار رانا نكتبوا اسمعوني السابعة مش في من الابتدائي نكتبوا دوغوش دروات رانا فرنسيس يا جماعة واضح باتريك صحيح. من بعد نحب نجيب الستة شو نكتب؟ مع ستة مع إلا ستة مع ستة معلش إلا ستة يا ابني هاي علمت مع مع ستة مش إلا من بعد نحب نجيب الخمسة نحب نجيب علامة تولي مع خمسة ليش علامة يعني معها؟ معاه خمسة. إيش قعدت ترى؟ ثمانية. 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 شنو نكتب؟ ثمانية. إلا ثمانية. إلا ثمانية. قعدت الثلاثة زيادة. ثلاثة. ب. قعدت الثلاثة. ومن بعد شنو نكتب في الأخر؟ مع ثلاثة. نقطة. ينجم تلميذ واحد آخر يقول الترتيب هذا ما عجبنيش نحب نجيب ترتيب واحد آخر نجيب الخمسة بعد ما المهم المهم يعني ملخص حديثنا لما العدد أو علامة العدد موجودة على شماله وليست على يمينه واضح؟ وعندما يغير مكانه يأخذ علامته معه ما يمشيش ويخليها العلامة لا لا يهزها معاه ونقل بلاصته. هذا كل علاش؟ على خاطر زميلتكم قالت لنا 12 الا 3 12 الا 3 نرجعوا للعلامه نتاعنا او للعمليه نتاعنا قالت 12 الا 3 بينما الا هذه تابعه شكون؟ تابعه 14 اه تابعه تابعه 14 اه معايا تابعه 14 اه تابعه نواصلوا انا نرجع للجريك توا نرجع نحب نخدم الجريك نتيون عادي ان شاء الله نحب تبداو لي بالاعداد ساعه الاعداد البسيطه يعني كيما الثلاثه ولا 12 اللي ما فيهاش لا أ لا ب هاي شنو نكتب نخدمها اسمع آلة هاي آلة هاي سي 3 مع 12 12 ثلاثة بعلامتها اللي هي معها نجيب بحذاها 12 نقول نكتب معها 12 ومن بعد بعد إلا 14 إلا 14 آ أي مع 55 مع 55 إذن يساوي يساوي طبعا ثلاثة مع 12 هذه سهلة يساوي 15 لأن أنا نقترح عليكم حاجة على خاطر الإلا هذه تقلق وخاصة أنكم ما زلكم ما شفتوش الأعداد السالبة ولكن عملية الجمع هي تبديلية يعني قصدي باش نجيب الـ 55 آه ساعة هي الأولانية
55 أ ومن بعد ماذا أكتب؟ لا 14 أ. آه يا رجل هكا إلا 14 أ صار التعبي مع 14 أ إلا 14 أ بدلوا الأمكنة متاحهم ولكن كل واحد يحمل علامته معه 55 أ قدامه معه هاي يساوي 69 ما تعطينيش الإجابة لحظة الأهم الإجابة الناس كل تعرف 55 إلا 14 تحسبها الأهم الإجابة هي حكاية العلامات هذه تطلب لنا منها دونك ريكراك يساوي وأخيرا 15 ردوا بين 15 ما تتحسبش مع جماعة الا هذوما مع هاي هكا الطريقة كيفاش قلنا نحطوا ا ونفتحوا قوسين شنو نكتب لهنا العدد لو 55 مع الا 14 فوالا 55 الا ردوا بين 14 اذا يساوي 46 15 مع ونعملوا 55 الا 14 قداش 41 ما نساوش أ 41 أ باه ما تقوليش يا أخي مشي باش تبقى هكاكا نقول لك إيه تقعد هكاكا رد بالك لا تمشي تحسب لي 15 و 41 تقول لي 56 وقال لي هكاكا راك داخل في الخطأ رد بالك أو مش تمشي الوحدة ما هيش عيب باش معناها تقعد هكاكا واحد ها واضح في الرياضيات تقعد هكاكا دقيقتين بالضبط تاخذوا فهم الاصلاح ثم نواصل التمرين بسرعه يلا 6:30 تورا مسيو كملت خذوا بقية العمليات خذهم نقلهم على أساس عمل منزلي المرة الجاية مناش باش نكملوا طوى التمرين يزيكم طوى 6:30 يزيكم مسيو ايه تعملنا حصص نبداو فهم البروغرام تاع الرياضيات لا فانا سنه انت الو سنه باش نعطيو تيماني بشوي بالله يا جماعه خلينا نحكي مع الاء فانا سنه قلت لي ساعتين باش نتعدى تيماني اي هذو الدروس نتاعك علاش تسال انت البروغرام تاع الميتام عندك شكونه ايه اني نسال فيك معناها وقت نكملوا نتاع ساعتين مش تبدينا البروغرام تاع الميتام اه يا بنيتي واحده حتى نكملوا السابعه ساعه حتى نكملوا هذيك الدروس ان شاء الله في وسط العام هذيك فهمت باش نكملوا المنصه نتاعنا منصه التفوق باش تكمل يعني الرياضيات والفرنسيه والانجليزيه والعربيه الاربعه الماتيريات هذوما يعني الأساسية أو البرانسيبال كاتماتير هذوما باش نكملوهم خدمة في وسط العام إن شاء الله بإذن الله يا من عاشر كل حاجة وحينها خذيتوا العمليات اش قعدنا نحن قعدنا التي والفي كتبتوهما اكتبوا لي العمليات تي وفي ثم سنغادر معناها باش مش كتبتهم ولا حطيني كتبت والفي كملوهم ليه ليه جست لهنا خلت كملوا الناس الكل باش نفسخ صبورة ها نفسخ صبورة فسخ كملت ايه والفي تخدموهم على اساس الثلاث الجاي ان شاء الله نصلحوهم لي فاسيتو لي ديسان فوالا تابعوا معي لهنا دونك لهنا شيخ الحصة الجاي نهار الأربعاء الحصة الجاي شنو وقتاش كيما اليوم الحصة الجاي الثلاث الجاي يعني الأربعاء الثلاث الجاي اليوم مو ثلاث ولا في نفس التوقيت إن شاء الله
ان شاء الله. ان شاء الله. ليتو ال 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 الادريس اللي كتبتها قدامكم هذاك الموقع بتاع منصة التفوق www.tfوق.com اذا تحبوا تنقلوه ليها قدامكم www.tfوق.com هذاك تدخلوا له ثم على الحصص المسجلة خليني نكمل حديثي لحظة ثم تدخلوا الى محفظة التلميذ كنت نجم ندخل توا ونوريكم انا على الوقت المهم اول ما تدخل www.tfوق.com ثم بتلقى عدة اقسام المستويات تعريف الكذا المهم اللي هو تمشي لمحفظة التلميذ تلقى فيها قسم في الحصص السابعة الحصص باش تلقاها مسجلة كلموا صحابكم اللي ما حضروش قولوا لهم ينضموا للجروب بتاعنا ويلقاوا الحصة مسجلة عندهم جمعة كاملة اسبوع كامل يلقاوا يعني الحصة ينجموا يتفرجوا فيها باش ينجموا الحصة الجاية باش يدخلوا معنا ان شاء الله يلقاوا رواحهم يعني مؤهلين ولا انتهت الحصة يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وشكون كان باش يسألني توا حاجة شكرا جاوبت عليه كنت نسألك عليه ولا شكرا شكرا جزيلا شكرا معكم وباي باي بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله